بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الاعدادي ان شاء الله باذن الله هناخد درس جديد النهارده وهو الزاويه الممسيه. تعال بقى نشوف يعني ايه الزاويه الممسيه. احنا سبق ودرسنا الزاويه المحيطيه والزاويه المركزيه. النهارده هناخد زاويه جديده اسمها الزاويه الممسيه. ايه هي الزاويه الممسيه؟ هي زاويه رأسها على الدايرة ومحصورة بين وتر ومماس. يعني ايه؟ يعني في الشكل المقابل عندك زاوية ب أ ج، دي اسمها زاوية ممسية. ليه؟ عشان هي محصورة بين الوتر أ ب والمماس أ ج، وبيقابلها القوس أ ب، فبنسميها زاوية ممسية. تبقى زاوية محصورة بين وتر ومماس. قياس الزاوية المحيطية الممسية بيساوي نص قياس القوس المقابل لها، يعني زيها زي المحيطية بالظبط. يعني لو أنا عندي زاوية أ ب ج ممسية هتساوي نص قياس القوس ب ج، يبقى زاوية أ ب ج الممسية هتساوي 70 درجة. قياس الزاوية الممسية بتساوي المحيطية المشتركة معها في نفس القوس. يعني قياس زاوية ج أ ب الممسية هتساوي قياس زاوية د المحيطية المشتركة معها في القوس أ ج، يعني مثلا هتساوي 65 درجة، ده مثال يعني. وقياس الزاوية الممسية بتساوي نص قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في القوس. يعني قياس زاوية ج أ ب الممسية هيساوي نص قياس زاوية م المركزية. يعني مثلا قياس زاوية ج أ م ج أ ب هتساوي نص قياس زاوية م، يبقى هتساوي 49 درجة. ده مثال يعني من عندي يعني. طيب عشان تثبت ان ب د المماس للدائرة التي تمر برؤوس المثلث أ ب ج، يبقى لازم تثبت ان زاوية أ ب د بتساوي قياس زاوية ج. هو ده الغرض، ان ازاي اثبت ان ب د مماس. تمام؟ في الشكل المقابل عشان تثبت ان ب د مماس للدايرة اللي بتمر برؤوس المثلث، يبقى لازم تثبت ان زاوية أ ب د بتساوي قياس زاوية ج. طب تعالى كده نشوف في الشكل المقابل. انت عندك أ س مماس للدائرتين متمستان، اثبت ان ب د يوازي ج ه. طيب انت دلوقتي عندك في الدايرة الصغيرة قياس زاوية س أ ب الممسية هتساوي قياس زاوية أ د ب المحيطية المشتركة معها في القوس أ ب. طيب في الدايرة الكبيرة قياس زاوية س أ ج الممسية هتساوي قياس زاوية أ ه ج المحيطية المشتركة معها في القوس أ ج. طيب من واحد واتنين هينتج ايه؟ هينتج ان زاوية أ د ب هتساوي قياس زاوية أ ه ج، هما في وضع تناظر، يبقى ب د بيوازي ج ه. أ ب ج مثلث مرسوم داخل الدائرة س ص بيوازي ب د، اثبت ان الشكل أ س ص ج رباعي دائري. طيب انت دلوقتي عندك س ص يوازي ب د، يبقى قياس زاوية أ ب د هتساوي قياس زاوية ص س ب بالتبادل، وقياس زاوية أ ب د الممسية هتساوي قياس زاوية ج المحيطية. يبقى في الحالة دي قياس زاوية ص س ب هتساوي قياس زاوية ج، يعني الخارجة هتساوي المقابلة للمجاورة لها، يبقى الشكل أ س ص ج رباعي دائري. في الشكل المقابل ج أ بيساوي ج ب، قياس زاوية ب أ د 130 درجة، قياس زاوية ب 65، اثبت إن أ د مماس. زي ما أنا قلت لك، إمتى نثبت إن أ د مماس؟ لما نثبت إن زاوية د أ ج تساوي قياس زاوية ب. طيب أنت دلوقتي عندك ج أ بيساوي ج ب، يعني قياس زاوية ج أ ب هتساوي قياس زاوية ب هتساوي 65، يبقى قياس زاوية د أ ج 130 ناقص 65 بتساوي 65، يبقى قياس زاوية د أ ج بتساوي قياس زاوية ب هتساوي 65، يبقى أ د مماس للدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ج. في الشكل المقابل ع س بتساوي ع ص، قياس زاوية س ص ع بتساوي 48 درجة، اوجد قياس زاوية س ل م. عندك ع س بتساوي ع ص، يبقى قياس زاوية ع س ص هتساوي قياس زاوية ع ص س بتساوي 48، يبقى قياس زاوية ع بتساوي 180 ناقص 48 زائد 48، يبقى تساوي 84. زاوية ع محيطية وس ل م ممسية مشتركتان في القوس س ل،
تمام، يبقى قياس زاوية س لام ميم هتساوي عين بتساوي 84 درجة. عين هنا لا، هي قياس زاوية عين هتساوي قياس زاوية س لام ميم، الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة، الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة عشان ده بالخواص الرباعي الدائري، دي مش ممسية، يبقى دي مش زاوية ممسية. تمام كده يا أولاد، دي مش زاوية ممسية، دي كده مش زاوية ممسية. ايه هنا ممكن نقول ايه الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة لها، المقابلة للمجاورة لها. بس نشوف بقى اللي بعده. هنا أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة، ب د المماس عند ب، س ص يوازي ب ج ب د، اثبت إن الشكل أ س ص ج رباعي دائري. ب د المماس عند ب، أ ب وتر، يبقى قياس زاوية د ب أ بتساوي قياس زاوية ج ممسية ومحيطية، و س ص بيوازي ب د و أ ب قاطع، يبقى قياس زاوية د ب أ بتساوي قياس زاوية ب س ص. من واحد واثنين هنستنتج ان قياس زاوية ب س ص ج ب س ص بتساوي قياس زاوية ج، يعني الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة، يبقى الشكل رباعي دائري. شكل المقابل أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة، أ د المماس، أ د المماس للدائرة عند أ، س بتنتمي لأ ب وص بتنتمي لأ ج، حيث س ص يوازي ب ج، اثبت ان ا د المماس للدائرة المرة بنقط ا و س و ص. ا د مماس و ا ب وتر، يبقى قياس زاوية د ا ب هتساوي قياس زاوية ج س ص يوازي ب ج، يبقى قياس زاوية ا ص س هتساوي قياس زاوية ج تناظر من واحد واثنين، يبقى قياس زاوية د ا ب تساوي قياس زاوية ا ص س، يعني قياس زاوية د ا س هتساوي قياس زاوية أ ص س، يبقى أ د مماس. شكل المقابل اثبت إن أ د مماس للدائرة التي تمر برؤوس المثلث أ ب ج. عندك هنا بقى قياس زاوية ب أ ج 90 درجة، أ ج هيساوي نص ب ج، يبقى قياس زاوية ب 30، يبقى قياس زاوية ج هتساوي 180 ناقص 90 زائد 30 يبقى هتساوي 60، يبقى قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية د أ ب، يبقى في الحالة دي أ د مماس للدائرة التي تمر برؤوس المثلث أ ب ج. شكل المقابل أ ب و أ ج قطعتان ممستان للدائرة عند ب و ج، قياس زاوية أ 40، يوجد قياس زاوية د. طبعا هنا هنعمل عمل، هنرسم ب ج، عندك أ ب و أ ج قطعتان ممستان للدائرة عند ب و ج، يبقى أ ب بيساوي أ ج، يعني قياس زاوية أ ب ج بتساوي قياس زاوية أ ج ب هتساوي 70 درجة. تمام، وزاوية د محيطية و أ ج ب ممسية مشتركتان في القوس ب ج، يبقى قياس زاوية د هتساوي قياس زاوية أ ج ب هتساوي، يبقى قياس زاوية د 70 درجة.